تحية طيبة مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في برنامج السلطة المحلية مع بعضنا أكيد نواصل توضيح وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالانتخابات البلدية إن شاء الله يوم 6 ماي 2018 اليوم نحكيه على السلطة المحلية واللي هو اسم برنامجنا شنو معنى السلطة المحلية؟ كيفاش تمويل هالسلطة المحلية صلاحياتها تاريخها في تونس شنو بشي تغير على غرار قبل شنو كان هذا الكل بشي معنا بأكثر تفاصيل مع مدام ليلى شرايبي رئيس جمعية عتيد مرحبا 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 بكم المشاهدين السلطة المحلية وكأنه يظهر هو المعنى يظهر تظهر كلمة جديدة تظهر حاجة جديدة لكن هي موجودة قبل في تونس لكن نعم. مش بالكيفية اللي باش تكون بعد الانتخابات خلينا نعرفوا ساعة تاريخ السلطة المحلية في تونس كيفاش كان تعرفوا اللي السلطة المحلية في تونس كانت ضعيفة واللي بالأساس السلطة في تونس كانت هي سلطة مركزية كانت مركزة في وسط في تونس العاصمة وكانت كل القرارات تنبعث تنبعث تنبثق منها وتم تطبيقها في الجهات في مستويات أقل تعرف أنتم من عهد البي كانت معناها ما كانتش قبل بلديات ولكن وقتاش ظهرت البلدية خاصة كانت ظهرت أول بلدية بلدية تونس العاصمة كانت تسمى الحاضرة في سنة 1858 ولكن حتى وقت توجدت البلدية هذه كانت معناها الصلاحيات نتاعها واستقلاليتها كانت محدوده وكانت تحت امر معناها كانت ديما ترجع للبي كانت كل شيء قراراتها من عند البي ومن عند أعين البلاد حاجه وقت اللي جالت الحمايه الفرنسيه دعمت هذايا الواي على خاطر مع مجيء عدد كبير من المستعمرين لتونس دعمت السلطه الفرنسيه البلديات في تونس العاصمه وفي بعض المناطق الاخرى وكانت ديما في علاقه مباشره بالمقيم العام وكان فما ازدواجيه في اداره الاداره البلديه. وقت اللي جات عام 59 وقت اللي جاء الدستور 59 ما كيف كيف ما دعموش هذه السلطه المحليه وما نلقاو كان فصل وحيد قلنا في الدستور هذا يحكي على المركزيه. بالنسبه للدوله في بعد الاستقلال معناها ساعات انها تكون السلطه مركزه في العاصمه وكذلك كل ساعات الى دعم الدولة وكذلك تركيز قلنا السلطة المحلية وإلى إيجاد بعض مظاهر من المركزية ولكنها كانت دائما تخضع للقرارات اللي هي مسقطة من فوق حتى منها البلديات وين وجدت فهذه البلديات كانت معناها موجودة الناس اللي ترشحوا لها معروفين شكون البرامج نتاعها تأتي لتنفيذ البرامج الموجودة في على مستوى المركز وفي علاقة مباشرة بوزارة الداخلية هذا هو اللي كان موجود وإحنا بالنسبة ل 2014 فما حاجات جديدة جات في الدستور 2014 تقول اللي يلزم التخلي على هذا المنوال من النظام الحكم المركزي إلى نظام حكم لا مركزي ولهنا جاء دعم لهذه الجماعات المحلية اللي هي جماعات ترابية معناها في بقعة معينة تم تقسيمها من الأول فما ثلاثة أصناف جات في, في الدستور اللي هي البلدية اللي هي الجهة واللي هي الإقليم بالنسبة للبلدية البلدية وهي أول وحدة معناها ترابية عندها الشخصية متاحة الاستقلالية الشخصية المعنوية والإدارية والمالية وهذه اللي تتصرف معناها بكل حرية وعندها مبادئ تعمل عليها مرتبطة بها بالأساس هي مثلا مبدأ التدبير الحر معناها هي تدير شؤونها بمفردها وبدون أن يكون فما يكون عندها أكثر صلاحيات وأكثر استقلالية وأكثر استقلالية هذا الشيء ولكن هذا الكل دو وقت اللي تدير هي الشؤون نتاعها طبعا في إطار ما يسمح به القانون وفي إطار رقابة اللي الملك. لكن تقعد عندها علاقة بالإقليم آه معناها علاقة والإقليم. بالجهة والإقليم طبعا وهذه البلديات هذه راهي آه عندها آه على غير على غير اللي هي تو باش تكون إذا كان يكون عندها استقلالية نتصور أنه باش تكون عندها صلاحيات اكثر نعم. في مقارنه بالماضي احنا ديما نعمل المقارنه بالقانون الجديد هذا اللي باش يسمح اليوم باكثر استقلاليه باكثر صلاحيات على المستوى المحلي وتولي فما سلطه محليه طبعا راهو التنظيم هذه السلطه يتم بقانون وتحنا توا تعرفوا انتم توا فما في مجلس نواب الشعب قاعدين يدرسوا في قانون اساسي اسمه السلطه المحليه جمع في مجله الجماعات المحليه اللي على اساسها يتم تنظيم اسناد صلاحيات والسلطات وتنظيم كل ما يهم العمليه البلديه. تعرفوا زاده اللي العمليه البلديه هذيا معناها تنظم بقانون تنظم كذلك قانون ينظمها من الناحيه الانتخابيه تعرفون الهيكل البلديه راهي منظمه هيكليا واداريا بالنسبه للهيكليه نتاع وين تنتخب الناس فيها ينتخب وفما قانون خاص بالانتخابات البلديه صدر في 2016 وقاعدين ماشيين فيه وان شاء الله في 2000 في 6 ماي باش نمشيو ننتخبوا الهياكل الجديده كذلك فما نوع مجله الجماعات المحليه ان شاء الله وقت اللي يكملوا وسط فيها فيها وصف وفيها تدقيق لكل المهام شنو اللي باش تعمل البلديه؟ شنو هي وظيفتها؟ شنو هي صلاحياتها؟ من بين نمشيو مثلا نحكيه على صلاحيات البلديه، فما صلاحيات نتاعها ذاتيه فتحها هي اللي حتى حد منها ما ينجم يقوم بها مثلا لو كنت فما جمع مدام مثلا جمع الفضلات هي من جمع الفضلات هي من خصوصيات البلديه من نزح فيها حتى حد فما كذلك خصوصيات نقولوا احنا مشتركة انا نحب ندخل أكثر معك في التفاصيل اذا كان ممكن اذا كان انت اعطيت مثال جمع الفضلات لا. مثلا يعني اليوم اذا كان يكون فما مشكل في عدد الشاحنات الموجوده ايه؟ البلديه عندها مشكل يقول لك احنا عندنا كميونه اكاهو ايه؟ في المنطقه اللي هي تتطلب اكثر ما يمكن من معدات ايه؟ هل البلديه اليوم تنجم تتصرف بمفردها ولا لازمها ترجع للمركز لا. باش تحاول تشري اكثر ما يمكن معدات هل المساله هذية ممكن مطروح. البلديه اه معناها تحسم فيها دون الرجوع الى المركز هي في البدايه تحاول انها تشارك فما فما زاد نقولوا احنا صلاحيات مشتركه تحاول هي تتشارك مع البلدية اللي معها في البدايه خاطر نجم بلديه تكون معناها كي يتشاركوا زوز في اطار التعاون هذا مبدا التعاون بين البلديات منها مع بعضهم يتشاركوا باش يشريوا مثلا تراكتور باش يشريوا كاميون زبده ويخدموا مع بعضهم لانه البلديه هذيك مش كبيره برشا ما تتطلبش معناها امكانيات كبيره لكن كي تحطوا مع بعضهم يتشاركوا نجموا نوفروا المعدات اللازمه هذه من ناحيه هذا بالنسبه للبلديه الصلاحيات نتاعها فما زاده صلاحيات نجم نقولوا احنا دونك مشتركه في اطار التعاون ما بين البلديات سواء على المستوى المالي في الفلوس يتعاونوا ولا حتى على المستوى البشري ، أنت عندك خبراء مختصين اسمه خاطر تعرف عنهم مشكلة هما في مستوى الإطارات، معناها ينجم هو اللي يستعين به باش يعاونه في نظر في بعض المسائل المتعلقة بالتهيئة ولا بالبناء في المنطقة بتاعه فما كذلك فما صلاحيات اللي هي نقولوا منقولة. إيش معناها؟ معناها المركز الدولة ت... تعطي وتفوض جزء من صلاحياتها لهذه الجهات، مثلا تعطيهم بعض الصلاحيات باش تهتم بها، مثلا مثلا في العنايه بمثلا المدارس الابتدائيه، نجم تولي البلديه هي اللي تعتني بالمدارس الابتدائيه، تبيضها، تدهنها، تتلهي بها، شكون باش يعطيها الاعتماد هذاك؟ مو هي الدوله. الدوله. طب وبعض الدوله لكن بدون ان البلديه تقوم بالوظيفه هذيك فقط اذا فما دعم مادي ودعم دعم بشري هو اللي باش يواكب الدعم هذاك هذيك, هذيك تسمى صلاحيات منقوله اذا فما صلاحيات ذاتيه بتاع البلديه تقوم بها كان هي صلاحيات مشتركه اللي هي تم في اطار الشراكه مع بلديه اخرى وفما صلاحيات, صلاحيات منقوله, منقولة. تعطيها لها الدوله ولا مثلا تعطيها الدوله بعض القطع نقول الارض باش تبني عليها وتهيئه مثلا باش تبني تعمل مقر لمنطقه صناعيه هذيك الدوله تنقل تدريجياً تاخذ الاستقلاليه اللازمة حتى, 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 حتى تكون حتى سلطه محليه من داخل المركز عن المركز م. راهو ديما هذايا يلزم يكون في اطار مبدا التدبير الحر شو هي الحر معناها تدير اعمالها بمفردها ما تنجمش. لكن هنا اذا كنا نحكيوا على الجانب التمويل المالي هنا باش تدخل مساله التصرف ومهم برشا لانه هنا باش تكون فما مراقبه فما محاسبه من بعد اذا كان ممكن على خاطر يقول لك هنا وكانه هنا كبش معناها برشا مشاريع وتنجم الفلوس تكون شويه ولا الفلوس تكون برشا ولوين ما بين شويه والبرشا وين مشيت الفلوس خاطر هذا كل سيطرح في ذهن المواطن يقول لك كاينه مذهبيه بلديتي تكون عندها تمويل ذاتي وغيره لكن هل اللي باش يتصرف في المساله هذه شكون وكيف سيراقب نعم راهو المراقبه هي في وسط البلديه نفسها هي التي تعد الميزانية متاحة طبعا بالاستشارة وهي اللي تقدمها وهي التي تتناقش كل شيء هذا يتم رغم من الويش هو مبد من الويش الاستقلالية الويش نحكيه على جماعات محلية واستقلالية فيها هي باش تناقشها فيها ولكن هذا الكل تأخذ بعيننا بعين الاعتبار الاستشارة فما المعهد على المحاسبة المالية معناها فما ما زلنا نناقشوا فيه القانون الجماعات المحلية هو اللي باش يرتب فما المراقبه باش تتم بعديه لاحقه اش معناها يعني بعد معناها بعد ما انت تم ميزانية نتاعك وتم تعمل الخدمه نتاعك وتعمل المشتريات نتاعك وتطبق الاشياء اللي انت خططتها راهو فما شكون باش يحاسبك من بعد خاطر هذاك راهو مال العام وراهو هذاك معناها يلزم تم تصرفيه في اطار الاحتكام الى القانون وما تتعداش معناها ما فماش يكون فما تجاوزات واكبر رقيب هو المواطن ما عادش الدوله بركة هي اللي تراقب في شكل اللي هو يتبع مدى تطبيق المجامعات المحليه للقانون واحترامها للقانون خاطر هو عنده حق القيم وقت اللي راه فما مشكله صايره هو ينجم يبادر ها أه؟ ويقول وعنده يمشي يشكي على خاطر من فما صارت تجاوزات في البلديه الفلانيه، لكن المواطن توا في الحاجه الجديده اللي موجوده في مجله الجماعات المحليه وتكريس تكريس جاء في الدستور اللي ولا المواطن شريك ولا رقيب هو في اطار الشفافيه خاطر راهو حتى البلديه هذه لازمها تخدم في اطار الشفافيه، اش معناه؟ وقت اللي عندك مشاريع لازمك تنشرها، وتعلم بها العموم وتستدعى الناس وتاخذ ارائهم وافكارهم وتاخذ اراء معناها مقترحاتهم وهو من بعد يجي وتعلق النتائج نتاع العمل نتاعك وتنشره وهذا الكل في اطار الشفافيه والحوكمه ويكون معناها المواطن مطلع على كل ما يجري داخل اسئله البلد معناها ما خادش الدوله بركة تتحمل المسؤوليه في الرقابه حتى المواطن زاده كيف كيف حتى معناها وينبه ينجم يكون ينبه البلديه في العمل نتاعها في المكان الفلاني يصور ويبحث ويقول الملكيه هذه فما فما برشا زبله ويلزمنا نقفوا ويشارك معاهم اذا هذا هو جديد في العمليه البلديه في علاقه طبعا بالتمويل لكن اليوم نحكيه على بلديات مش البلديات الكل عندها نفس الاحتياجات والنقائص فما بلديات ما عنديش النقائص مثلا بلديه قريبه في وسط العاصمه مش نفس البلديه اللي هي داخل تراب الجمهوريه وفما ولايات معناها قاعدين ينتبهوا يوميا في البرنامج اللي قاعد يتعدى الوطني الاولى انه برشا بلديات تتحدث على اقل ما يمكن طريق ما <ميه> ضوء حاجات الاساسيات، هل البلديه هذه باش ياخذوا البلديات الكل نفس الفلوس ولا باش نعاودوا نحكيوا <applause> على بلديه فقيره وبلديه غنيه؟ بالنسبه للبلديات راهو فما في تضمن الدستور فما مبدا التضامن، اش معنى مبدا التضامن؟ معناها تقوم الدوله السلطه المركزيه بانها تقلص الفوارق ما بين البلديات، تعرف انت فما بلديات ما عندهاش موارد برشا في بلدية غنية عندها نزل وعندها مصانع وعندها وفما جزء من المداخيل من هذاك النزل باش يرجعوا للبلدية باش تولي هي عندها الموارد الذاتية نتاعها المالية وتنجم تتصرف فيهم كل البلدية اللي ما عندهاش الدولة ستقوم بعملية التعديل والتضامن تسمى هي التضامن مبدأ التضامن والتعديل بين البلديات حتى يصير التوازن حتى يصير بين البلديات تتعاون والدولة تتحمل في هذا مسؤولية وفما حاجات أخرى زادة اللي هو مبدأ التعاون اللامركزي في صورة تنفيذ برامج كبيرة الدولة تضطر أنها هي تدخل فلوس باش تعاون البلد مثلا باش يتعدى كيس كبير من الدولة هي اللي تتحمل هذي مش البلدية باش دخلها هذيك كان في إطار المشاريع الكبرى فما البلدية تزاد هذية راهي في بلدية غنية برشا إذا في المشروع في الدستور ومن بعد باش يتكرس في مجلة جماعة المحلية راهو البلدية الغنية برشا عندها موارد طبيعية عندها موارد منجمية عندها موارد باش ناخذوا من عندها جزء وباش نعدلوا به الا معناها احنا توزيع الاموال معناها الاعانات والمساعدات على البلديات الاخرى اللي هي ناقصه لخاطر البلاد احنا كلنا في اطار يرجع يرجع للمركز لكن في اطار وحده البلاد اذا ما نجموش احنا بلديه جديده ما عندها حتى موارد نخليوها وحده لازم في 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 موجود وهي وحدة الدوله اللي احنا حكينا عليها نعم. من الاول وقت نتحدثوا على اللامركزيه لكن في اطار وحده الدوله. باش نختموا مدام ليلى مساله الرقابه من السلطه المركزيه على البلديه اكيد باش تكون على غير انها باش تكون موجوده في تقسيم الموارد وحده الدوله تكريس وحده الدوله هي باش تضمن التكافؤ بين اغلب البلديات لكن فما جانب الرقابي نعم. من المركز على البلديات ولا على السلطه المحليه الموجوده داخل صحيح. البلديات تو باش تولي عندها برشا صلاحيات صلاحيات معناها معناها نقولوا من احنا إدارية مالية قانونية الصلاحيات هذه تمارسها في كل حرية نتاعها ولكن راهي الحرية ماهيش مطلقة كما قلنا معناها فما في احترام القانون اللي ما يسمح له بها وحاجة أخرى راهو السلطة المركزية معناها ما, ما عندهاش الحق تتدخل في عمل البلدية لكن عندها الحق وقت اللي تراها فما أشياء تفوت وأشياء تنجم تتدخل ولكن تدخل ذلك عن طريق القانون في مجال الجماعات المحليه فما فصول كامله تبرز كيفاش تدخل السلطه اذا هي ما فما ثم سلطه اشراف فما السلطة رقابه ويتم هذا الكل عن طريق القانون عن طريق المحكمه من كان فما اي اشكال يمشيوا للمحكمه الاداريه وهي اللي تفصل في هذه الاشكال وهي اللي تقرر وإحنا نلتزموا بقرارها عليها المساله بشوي منظمه اكثر عن طريق قضاء. المحاكم والقضاء القضاء هو, هو اللي الفيصل. دخل في الفيصل ما عادش معناها الدوله هي اللي تتدخل سلطه بلشا. الاشراف ولا من فوق تجي تعليمات كما قلت فما فرق بين تعليمات وبين تطبيق القانون راهي المسألة مختلفه جدا على ما جديده قبل. فما قطع ما بين التعليمات المسقطة وما بين القرارات اللي تتخذ من في وسط البلدية راه هذا هو هذه هي الثورة الحقيقية راه في المشروع هذا هذه هي الثورة الحقيقية أنت باش ترى بعينك كيفاش بلديتك باش تقعدة بشوية بشوية تاخذ بعين الاعتبار كل الحاجات الموجودة فيها تخر... أنت تقرر البرامج اللي باش تنبعث من الواقع أنت ترى فما أشياء يلزمها تكون موجودة في بلديتك أنت تعبر عليها أنت ترى المسألة مرتبطة اتبات وثيق بكل ما علاقة بالتنمية إذا كان البلدية يولي عندها موارد هذه ومواردها الخاصه فانه التاثير سيكون مباشر على التنميه خاصه في البلديات الموجوده داخل الجمهوريه لو كان نقدموا امثله مدام ليلى معناها سي نعم. دخلتك في العمل البلدي ونعرفك ميدانيه نعم. وتمشي معناها في اطار جمعيه عتيد للبلايص هذوما وتعرفوا تحكيوا مع الناس نعم. الناس اللي يقول لك نحب ننتخب ونحب نشوف بلديه جديده لكن نحبها تاثر مباشره على التنميه نعم. في جهتي انت كيف تقول له اللي راهو البلدية متاعك مش ولي عندها فلوس خاصة بها تجيها من جزء من المداخيل مثلا معلوم الجوالين وإلا نزل متاع المعلومة ممكن نزل كان موجودين غاديكا وإلا معلوم متاع الشركات الموجودة منها جزء من الأداءات مش ترجع لها مش تقوى هي زيادة على المدعم اللي باش تقدموا الدولة هي بكل الأموال هذيك تنجم ترى أنه هما المشاريع اللي تصلح مثلا مش تعمل مصنع ولا باش تعمل تقسيم سكني باش الفائدة للمجتمع ولا باش تعمل دور الأطفال ولا باش تعمل الحضانة ولا باش تعمل حاجات تمس المواطن بالاساس توفر له ابسط الحاجيات نتاعو كي تولي هي عندها هي هي عندها الجراه انها هي تقرر مش تستنى حتى تجي خاطر اللي موجود في المركز ما يعرفش عليك انت عندك وش ما عندكش ما يعرفش يا والبلديات كلها هي على نفس القدم من الحاجيات مش كيف كيف مش كيما واحدة موجوده في تونس العاصمه في واحدة موجوده في 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 الجنوب ولا في اقصى معناها الشمال الغربي التونسي ما همش كيف كيف كل بلديه عندها خصوصياتها كيف العمل البلدي يولي مرتكز على الخصوصيات كل منطقه وياكد التزاماته وحاجياته في البلاصه هذيك راهي الامور تتحسن تدريجيا طبعا راه ما نجموش نقولوا في ليله ونهار راهي الامور باش تتحسن تدريجيا جملة شوية صبر شوية وقت ولكن الامور باش تمشي، الواعي على خاطر راهو فما فما ثقافة كاملة باش المواطن يمشي ويستوعب العمل البلدي وتعرفوا انتم المغا... ال... ال... وهذه حاجة جديدة هذه جديدة يلزمها ضربة ويزمها وقت ويلزمها انسان نقول نقولوا احنا يمشي ويشوف ويحضر راهو بحضوره وبرأيه بأفكاره راهي الاشياء نجم تتغير صحيح ما تتغيرش بطريقه كما اليوم وغدوة ولكن تدريجيا راهي الدربه هي معناها اشطر الخدمه احنا طبعا مش نحملوا المسؤوليه المواطن لكن في جهه في علاقه بالثقافه معناها اليوم اشطر الخدمه هذه الكل مسؤول كل مواطن هو الرقيب يمشي يقيد باش يحضر في المجالس يقيد اسمه يحط نمره بطاقه تعريف يكون موجود ويكون يكون موجود. موجود يراقب اذا كان يطلب الامر باش يمشي يبلغ على تجاوز على حاجه يمشيش كي يقدم قضيه يعني في علاقه بمساله تجاوز صار في بلديه معينه مفهوم المواطن كل عند المواطن المواطن هو الشريك مفهوم المواطن المواطن هو الشريك هذا الشيء اللي احنا نحبوه هذه هو المبادئ اللي جات فيها في الدستور البلاد التونسيه واللي تكرس الديمقراطيه التشاركيه يلزم المواطن يكون موجود هو المحور اللي كل شيء يدور من حوله لو كان هو ما يفرضش وجوده ما يمشيش حتى كان تعمل القوانين الكل راهي ما نجم ما تمشيش راهو كل شيء زاد الحاجه الاخرى اللي نحب ناكد عليها اللي كل شيء يبدا بقانون وبعد شويه بشويه هذا بشوية القانون يتنزل حاجز الواقع معناها يبقى فما رغبه سياسيه قوانين فاعله ومواطن شريك باش تتم العمليه ذي كلها وننجحوا في ارساء الحوكم المحليه وكذلك الجماعات المحليه. اكيد نكونوا هكا نحكيوا على سلطه محليه يتم تكريسها بعد الانتخابات لكن بتشارك كل النقاط الفعله واولها المواطن اللي هو عنده دور كبير. نحب نشكرك مدام ليلى شكرا. الشرايبي يعطيك الصحه رئيس جمعيه عتيد. ان شاء الله بالتوفيق لكم زيدة في الخدمه نتاعكم داخل تراب الجمهوريه مش سهل برشا مناطق 350 دايره نحكيوا عليها ما مش تكونوا موجودين. في الدوائر الكل لكن على الاقل وين تكونوا موجودين مهم برشا الجانب التحسيسي والتثقيفي للناس الموجوده غاديكا وانتم مزيدا مشاهدينا الكرام نشكركم على متابعتكم لينا يوميا على القناه الوطنيه الاولى تابعونا في 20 دقيقه نقدموا ونبسطوا المفاهيم والتفاصيل اللي عندها علاقه بالانتخابات البلديه تصبح على خير وفي لمان